كعك، كعك في الحليب قدامه كاسة شاي مع أطيبه ولذيذ هيك صباحي، الواحد نفسه يتحلى يشرب ماله نفس ياكل، بياكل هيك كعكة مع كاسة شاي مع أطيبه ما شاء الله عليها، شوفهم أحلاها ما شاء الله، شايفين كتير كتير ظريفهم أحلاها بالطق أحلاها، كمان كل ما بيبردوا أطيب بصيروا، أكلة طيبة ولذيذة من الحلويات الشامية كعك بالحليب. طبعا الله يسعد لي اوقاتكم متابعيني، يعطيكم الصحة والعافية، اليوم بدي اسوي لكم كعك بالحليب هيك بتاكل بالشاي، طيب الواحد بفيق هيك ترويقة بياكل كعك بالشاي او فنجان قهوة بيمشي الحال، بس هو بتاكل بالشاي اغلبيته، كعك بالحليب عندي كيلو دقيق يعني 5 كاسات دقيق، وعندي كوب سمنة وكوب سكر وكوب حليب، وعندي كوب كبير سمسم، وعندي معلقتين قطر او شيرة، وعندي معلقة كبيرة سكر ناعم، وعندي فانيلا، وعندي كربونات صوديوم، وعندي معلقة صغيرة كربونات بيكنج بودر ورشة ملح، دون المقادير اللي عنا. وهلأ بدي اخلط المواد الجافة مع بعضها، حط كربونات الصوديوم معلقة صغيرة، طبعا هاي طبعا بيكنج بودر وربع معلقات ملح قلبهم، وهي الفانيليا نخلطهم مع بعض. وهلا بدنا نحط طبعا معلقه الكاسة السمنه، سمنه حيوانيه او نباتيه بمشي حال، انا خالطه السمنه النباتيه مع الحيوانيه، شايفين؟ هلا هيك عجناهم تقريبا بهالجرام، هلا بدنا نعمل خليط السكر والحليب، خلطة السكر والحليب، معنا كوب سكر وكوب حليب، بدنا نخفقه حتى يذوب السكر معنا. ولو في بودرة أحسن، كمان بودرة السكر بدون بسرعة. وهلا بنسقط الطحين فوق منه ونعجنه. بدنا نعجنه تقريبا شي 10 دقايق، اذا في عجانه بصير بالعجانه كمان. طبعا انا زدتهم رجعت ربع كوب حليب، طبعا حطيت لهم او ربع كوب مي بتحطوا لهم هاي المقادير، طبعا هلا عم غلفهم بتركهم شغلات 10 دقايق يرتاحوا، وبتقدروا تبدلوا بدل الحليب الطازه بالحليب البودره، تحطوا حليب بودره بيمشي الحال كمان. طبعا هلا غلفتهم وبتركهم يرتاحوا 10 دقايق.
طبعا بنحط السمسم الابيض كاسه، بنعجنها مع القطر والسكر شوي عشان تلزق معنا الكعك. وهي معلقه السكر بودره. بس بنحط السكر بيطلع لونه ذهبي، بغمقه شوي ذهبي يعطي لون حلو. الطريقة من نقطعه نجي نساويهم هيك. نصفهم خلينا بعد شوي عن بعض. ويحطهم بالفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة على 160-170. ما شاء الله تبارك الله، شايفين شايفين لونهم أحلاهم ما شاء الله عليهم تبارك الله. أحلى كعك بالحليب، كتير كتير طيب ولذيذ، جربوه ما بتندموا. طبعا حطيتهم 20 دقيقة من تحت وخمس دقايق من فوق على درجة 160 درجة الحرارة الفم. شايفين منظرهم ما شاء الله عليهم، شي بالشهرين تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، أحلى كعك بالحليب. ما شاء الله عليهم تبارك الله، أحلى كعك بالحليب ما شاء الله، جربوه ما بتندموا. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة، يعطيكم الصحة والعافية وبالعافية علينا وعليكم يا رب.